نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 11 کریں گے. چلے میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعترفوا 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 فاعترفوا. فاعترفوا کے ساتھ واو الف ہے تو اس کو لمبا کیجیے گا. فاعترفوا 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 بذنبهم فاعترفوا بذنبهم. اب دیکھیں یہاں پہ نون ساکن بھی ہے تو یہاں پہ گنہ ہونا چاہیے اور ساتھ میں میم بھی ہے. جب بھی میم کے بعد بار تو وہاں پہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ نون ساکن بھی ہے تو تھوڑا سا گنہ بھی ہوگا. بذنبهم 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 بذنبهم. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لي فسحقا لي فسحقا لي فسحقا لي. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لي فاعترفوا بذنبهم فسحقا لي فسحقا لأصحاب السعير 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 فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. دوبارہ پڑھیے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. دوبارہ پڑھیے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.